أدعو فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Thank you. At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today is the 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. We do not have missiles as our enemy has. We have less air power. We do not possess numerous killer drones that Iran supplies to Russia. We do not have that much artillery, but we do stay strong because we do have مقدار الأجهزة التي لديها العدو. نحن نحاول قدر الإمكان أن نطرد المستعمرين خارج أراضينا. أي دولة تحق لها أن تدافع على أراضيها ضد العبودية وضد الاستعمار. هذه الحرب هي حرب ضد العدالة. لذا أنا سعيد وفخور للغاية بإرادة الشعب الأوكراني. الأوكرانيون لم يختاروا أبدا الحرب. نحن لم نذهب إلى أراضي أي دولة وقمنا باستعمارها، لكن نحن نحارب من أجل حرية أراضينا لما وجدناه. نحن لن نستسلم، نحن لن نفرط في أي رقعة من أراضينا ولن نترك مجال للمستعمرين. وأنا أعلم أن كل الدول ستتفهم موقفنا وستدعمنا وستتفهم الشيء الذي أنادي به هنا. أنا أنادي وأخاطب كل الدول لمساعدتنا في أوكرانيا. في هذا المجتمع الإسلامي أنا أناديكم بمساعدتنا في أوكرانيا. لدينا الكثيرون يحاربون ويناضلون من أجل حرياتهم، ولقد كان هناك مثال في أوكرانيا والتتار منذ قديم الأزل. وهناك روابط تاريخية ما بين الديانة الإسلامية وبين الأوكرانيون، وإلى الآن الإسلام يمثل نسبة لا بأس بها من الأوكرانيين. لذا العلاقات ما بين أوكرانيا والمملكة السعودية مستمرة، ومن الممكن أن نقوم بالتوسع في هذه العلاقات. أعلم أن هذه القمة تجمع الكثير من حول العالم، وأنا واثق أننا جميعا يمكننا أن نتكامل وأن تكون رؤيتنا متوافقة. أنا متأكد أنكم جميعا لا ترضون هذا الموقف وهذه الحرب غير القانونية وغير المشروعة، وهذا التصرف غير الإنساني وغير الأمين. مهما كانت الضغوط الروسية، مهما حاولت روسيا أن تؤثر عليكم، لن ترضخوا لهذا التأثير. وأعلم أن المملكة السعودية من موقعها كرائدة في المنطقة العربية ستدعمنا، لأنها تقدر السلام الحقيقي. في 2021 قد كانت الأولوية القصوى لدول عدة أن تساعد أوكرانيا وعمان والكويت والمملكة السعودية. لقد تلقينا الدعم من أشقاء من العرب كثيرون، وتقابلنا معهم في كييف. أنا متأكد أن
في يوم ما ستأتون إلى أوكرانيا من جديد وترون أن الأراضي الأوكرانية خالية من أي استعمار وخالية من أي حروب. أنا أعلم أن هناك في أوكرانيا العديد من الجاليات العربية، لدينا أكثر من 10,000 طالب في أوكرانيا من مصر، من الأردن، من العراق، من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، من المملكة السعودية، يأتون كل عام للتعليم. نحن نقوم بواحدة من أفضل المهام حول العالم، وهي تأمين الغذاء. أوكرانيا تمد العديد من الدول العربية من المواد اللازمة للغذاء. هناك استثمارات كثيرة مثلا مع قطر، وقد والعالم كله شهد جائحات كثيرة، ولعل أبرزها جائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي حدث بعدها. لكن أنا متأكد أنه ليس هناك أي دولة هنا ستوافق أننا نستسلم لهذا الحرب. نحن نحاول قدر الإمكان أن ندافع عن أراضينا وعن سيادتنا على أراضينا. لذا كما ترون أن هذا الحرب خلفت آثار سلبية على المناحية الإنسانية، فقد تشردت الكثير من العائلات وتفرقت كثير من العائلات والقرائب، وأيضا هناك تهديدات كثيرة لاستخدام الطاقة النووية، وهذا من شأنه أن يؤدي لكارثة ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعالم بأكمله. لذا الحلفاء سوف يدعموننا، وكما رأينا منذ قبل أنكم تقفون وقفة الرجل الواحد ضد الغزو والعنف في الحروب الماضية مثل أفغانستان و السودان والصومال والكثير. لذا دول العالم جميعها تتحد مع الدولة التي لديها حق مشروع. وأنا أرحب بكل الدول التي ستحاول مساعدتنا لمشروعيتنا حول على أراضينا. ويمكنكم أن تروا تاريخنا في ظل الحروب التي كانت موجودة في العالم، وفي ظل جائحة كورونا، لن نتخاذل في دعم الدول الأخرى في ملف الغذاء. لذا أعلم أنكم ستردون المعروف وستساعدون في هذه المشاكل. وأنا هنا أنادي الدول في الأعضاء في الجامعة العربية أن تدعمنا وأن تنادي بحريتنا وكافة الوفود الموجودة سوف تحاول أن تساعدنا، وأنا واثق من هذا بالطريقة المضبوطة، وسوف أكون سعيد وممتن للغاية من هذه المساعدة التي ستقودنا لحريتنا ضد الاستعمار الروسي. وأحترم من يحترم سيادتنا على أراضينا، وأطلب منكم أن تساعدونا في تقليل الحروب حول العالم. روسيا بلد غائرة تحارب غير